قرية العلماء سبك الأحد ترجع شهرتها بالعلم كونها شهدت مولد واحد من أشهر فقهاء عصره، هو الإمام تاج الدين السبكي ابن الإمام تقي الدين السبكي، اللذان سميا بهذا الاسم نسبة لها. هذه القرية الطيبة تقع بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، يتفاخر أهلها بأنها أخرجت عالماً إسلامياً جليلاً كالإمام تاج الدين السبكي، وبأن مساهمات قريتهم لم تقتصر على العلم فقط، بل قدمت للوطن الكثير من الشهداء خلال الحروب التي خاضتها مصر، وكان من آخرها الحرب ضد الإرهاب. فالدولة كذلك لم تغفل عن هذه القرية البسيطة، فأيادي مبادرة حياة كريمة طالتها من خلال العديد من عمليات التطوير وإعادة البناء لمنشآت القرية، كان منها إنشاء مركز للخدمات الزراعية ومركز لخدمات المواطنين، بالإضافة لتبتين الترع داخل القرية.